معكم الاستاذ خالد ازوار رئيس اتحاد التنسيقيات وجمعيه المجتمع المدني بمدينه القنيطره. كما قلت الاخوان هذا يوم كبير، هذا يوم مشهود. جميع مكونات المجتمع المدني بمدينه القنيطره خرجت طوائيه لتتمم جميع المجهودات التي اقدم عليها صاحب الجلاله وكذلك الدبلوماسيه المغربيه. هذا نصر كبير باش تعترف بك اكبر دوله على الصعيد العالمي بالصحراء ديال المغربيه، مع العلم اننا كنا مامنين بان هذه الصحراء ديالنا، ولكن انتهى نهجنا السلوك الديمقراطيه السلوك السليمه باش نبينوا الناس باننا نحن شعب حضاري. كذلك لم نتخلى قط عن القضية ديالنا الفلسطينية وكذلك الهوية المغربية. الملك عنده رؤية ثاقبة باش نفكوا هذا المشكل. هذا أحيلكم على الحسن الثاني رحمه الله سنة 1981 في مؤتمر ديال فاس، ملي قال لهم ده حل الدولتين وخلوا اليهود يديروا الدولة ديالهم، وديك الساعة تحتضنوهم، وديك الساعة غيتقزموا ما غيبقاوش أنهم يديروا اللي بغاو. الان تترجع الكلمه ديال الحسن الثاني رحمه الله. الملك تيقلب على واحد الحل ان يكون جوج ديال الدولتين كلهم يعيشوا في سلم وسلام، وهذه هي الرؤيه. وبلا ما نبقى نكذبوا على دغدغه الكلام وعلى الابواق نتحولوا الى ابواق، وبقى نقولوا احنا مع فلسطين ونعترف ديورنا وتنديروا الشعارات الواهيه. شكرا لساكنه مدينه القنيطره على هذا الخروج ديالها وعلى الدعم ديالها لا لسلسل عاهل البلاد ولا الدبلوماسيه المغربيه. رئيس اتحاد جهوي لقوى الجمعيات، اليوم جينا نحتفلوا بمغربيه الصحراء، وحنا كنا مغاربه. انا مغربي ريفي، انا مغربي غرباوي، انا مغربي صحراوي، هذه الحقيقه. حنا مغاربه، عندنا القبائل ديالنا التاريخيه عبر التاريخ، وعندنا الملكيه ديالنا عبر التاريخ، وحنا فخورين بكاع المجهودات اللي دار صاحب الجلاله والناس اللي خدامين معاه. وحنا كمواطنين تنحبوا بلادنا وتنغيروا على بلادنا، وحتى واحد ما يقدر يحيدنا بلادنا. اش غنقول لك، انا مغربي فاسي، انا مغربي قنيطري، انا مغربي من العيون، انا مغربي من الداخله، انا مغربي من وجده، انا مغربي من تفيلالت، انا مغربي من الشمال، من طنجه. انا مغربي حر، وغندافع على بلادي حتى الموت. وشكرا. السلام عليكم، معكم حميد البوكيلي مدير شركه اسيكوم للطباعه والنشر. تنهني القنيطريين والمغاربه على هذا الحدث الكبير اللي قام به صاحب الجلاله نصر الله، واللي تيقود المغرب في امن وامان، وراجل المواقف وراجل السياسه الكبرى. والله يجعل سيد ربي يحفظه لنا، والله ينصره. وعاش المغرب، عاش الملك، عاش الملك. الله يبارك في عمر سيدي. الصحراء مغربية، أحب من أحب وكره من كره، ويقول: وأطيعوا الله والرسول وأولي الأمر منكم. حنا تنطيعوا سيدنا في كل الخطوات ديالو وكل الأشياء اللي تيعملها لصالح المغرب ولو كره الكارهون. السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه مسيرة رمزية اللي درناها من العمالة للساحة في قنيطرة، هاد الساحه النافوره. وتنتمنوا المجهودات ديال صاحب الجلاله الملك محمد السادس نصره الله على المبادرات ديالو، وتنشكروا الولايات المتحده الامريكيه على الاعتراف ديالها بالصحراء المغربيه، وتنشكروا كذلك جميع الدول اللي فتحوا القنصليات ديالهم في العيون والداخله. والحمد لله الصحراء مغربيه وديما مغربيه، والحمد لله على المكتسب اللي اكتسبناه دابا، وانهاء المشكل المفتعل ضد الصحراء المغربيه. والحمد لله وشكرا للاخوان. بسم الله الرحمن الرحيم. علي حميدي، فاعل جمعاوي، رب مقهى، تاجر. اليوم جينا كنعبروا على الفرحه ديالنا بالقرارات الرشيده التي اتخذها جلاله الملك تجاه قضيتنا الوطنيه، ونتمنوا ونباركوا الخطوات الاخيره اللي اتخذها جلاله الملك في معبر القرقرات. وتحيه عاليه للقوات المسلحه الملكيه وكل رجال السلطه والاعوان والامن. السلام. عبد الوهاب جنيدر، رئيس مصلحه الشؤون التربويه مديرية الاقليميه قنيطره. احنا اليوم جينا نحتفلوا مع جمعيه المجتمع المدني، وجاو التلاميذ ديالنا من المدارس ديالنا العموميه والخصوصيه للتعبير على الفرحه ديال الشعب المغربي بمناسبه الاعتراف الامريكي بالسياده الكامله للمملكه المغربيه.
على الصحراء المغربية، وهذا تتويج المجهودات اللي كيبذلها صاحب الجلالة نصره الله في من أجل الوحدة الترابية للمملكة. وحنا كنعتزوا بهاد الخطوات اللي كيبذلها صاحب الجلالة والحكومة ديال صاحب الجلالة، وحنا فرحانين بزاف، وهذه مناسبة كنعتزوا بها، وإلى الأمام والصحراء المغربية دائما. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو مع أصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديروا جيم.